السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. نشوفوا هذه الشقه اللي كتجي من موبل اير بليس 2. المجموعه ديال الشقق ديالو 6 ديال الشقق، كل طابق فيه جوج ديال الشقق. نرجعوا للونطري وغنشوفوا هذه الشقه اللي فيها 68 متر كاري. عندنا في لونطري باب بلاندي، وعلى لونطري عندنا المطبخ اللي كيجي ايكيبي لاهوت، البلاك، الفران، بلاصه الثلاجه وبلاصه ماكينه الصابون، البلاكارات اللي كيجيو ام دي اف الفوق والتحت، البلافو كيجي بلي سبوت والليد. وعندنا البالكو اللي كتخرج منه من المطبخ، هنا فيه بلاصه تشوفوا. هاد الشقه راها مشمشه وفيها التراس تبارك الله اللي كبير كيجي بهاد المساحه. هذا هو المطبخ. هاد الشقه راها كتجي مشمشه تبارك الله وكتجي مضويه النهار كامل. وعندنا ديما على لونطري عندنا الصالون اللي كيجي بهاد المساحه، كيجي تبارك الله كبير. هاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي، والبلافور كيجي سامبل بلي سبوت والليد. الشراجم كيجيو الومنيوم ريدوات الكتريك. كيف ما قلت لكم هاد الشقه راه مشمشه تبارك الله، وفيها واحد السيجور اللي كبير تبارك الله. كيف ما كتشوفوا الصباغه صباغه الخيال اللي كتعوم الشقه ككل، والزليج راه كيجي على شكل الرخام. الصالون اللي كيجي بهاد المساحه وقدامو هاد السيجور اللي رائع تبارك الله كيجي بهاد المساحه. هاد الشقة كتكون من جوج ديال الحمامات، صالون وجوج ديال الغرف ومطبخ. الحمام الرئيسي، الحمام الأول، كيجي بالفاسك بالبلاكار ديالو، المرايا، طواليط الرومية والرشاش. الزليج كيجي حتى للسقف. عندنا جوج روبينيات، واحد كتحكم فيه في الماء ديال الدار، وواحد عندك روبيني ديالك في السطح كتحكم فيه من هنايا. البلافو كيجي سامبل بلي سبوت. الحمام الرئيسي. نمشيو للغرفة الأولى اللي كتجيب الحمام ديالها وبالبلاكار، وهاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي. كيف ما كتشوفوا الحمام كيجي حتى هو بالفاسك، المرايا، طوالت الرومية والرشاش، كيجي بهاد المساحة تبارك الله. بلافو كيجي سامبل بلي سبوت. وهاد الغرفة اللي عندها واحد الإطلالة على البحر كيف ما كتشوفوا، وهاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي. بلافور كيجي سامبل بلي سبوت والليد. هذه الغرفه الاولى اللي كتجي بالحمام والبلاكار وكتجي بهاد المساحه. نمشيو للغرفه الثانيه، الغرفه ديال الوليدات. من فيكم راه عندها واحد الاطلاله على البحر. غرفه اللي كتجي سامبل، البلافو كيجي سامبل بلي سبوت اوليت. هاد الفاس فيه لانستالاسيون ديال التيلي. وهاد الغرفه اللي كتجي بهاد المساحه، الغرفه الثانيه. هاد الشقه راه كتجي في السونتر ديال سيدي الحال، قريبه لجميع المرافق. البحر قريب ليك، تقريبا 5 أو 8 ديال الدقائق على رجليك للبحر، يعني على حساب المشيه ديالك. وهاد الشقه راها فيها 68 متر كاري، غتبقى بالثمن ديال 49 مليون قابله للتفاوض، يعني راه مازال نزيدو نقصو لكم ان شاء الله في الثمن. 49 مليون قابله للتفاوض. مشاهدينا الكرام، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يزورنا ياخذ فكره مرحبا والف مرحبا. اللي بغى المزيد من المعلومات مالي الا يتصل بيا على الرقم 086 86 63 50. مرحبا بالجميع.